بوساطة رجال دين مددت الهدنة 24 ساعة أخرى بين الجيش اللبناني ومسلحين في بلدة عرسال قرب الحدود السورية. الجهود المتواصلة لإنهاء الاشتباكات أفضت إلى إطلاق سراح 3 جنود لبنانيين وبدء انسحاب المسلحين من عرسال، في انتظار أن يتفاوض الوسطاء أيضا للإفراج عن أفراد قوات الأمن الباقين رهن الاحتجاز في البلدة، وعددهم 27 منهم 10 جنود و17 من عناصر الشرطة. الاتفاق الأول الذي تم مع دولة الرئيس تمام سلام ومع قيادة الجيش ومع كل الأطراف المعنيين في الموضوع هو تمديد وقف إطلاق النار حتى الغد الساعة 7 مساء، يعني 24 ساعة أخرى حتى الساعة 7 مساء، لأنه بدأت الساعة 7 عند الساعة 7 تنتهي. وهذه هي أول خطوة وهي إيجابية، والخطوة الثانية أن المقاتلون الموجودون في عرسال بدأوا منذ هذه اللحظة بالتوجه إلى خارج حدود لبنان. وفي وقت سابق من اليوم اندلعت نيران الأسلحة الآلية والقصف على مشارف البلدة في خرق لوقف إطلاق نار سابق مدته 24 ساعة دخل حيز التنفيذ على الساعة 7 مساء من يوم الثلاثاء. ضلينا 3 أيام لا شرب ولا أكل ولا شيء. هبط كل البيوت اللي حول الحيطان اللي حوالينا، ما ضل غير حيط واحد وبس. وصرنا نصرخ لما سمعنا حس الجيش، صرنا نعيط على الجيش مشان يجوا ياخذونا وجابونا لهون. وكان الجيش اللبناني قد حاصر عرسال بعد أن احتلها مسلحون إسلاميون متشددون على مدى الأيام الأربعة الماضية، فأوقف عددا من الأشخاص وأخلى لاجئين سوريين مدنيين. هذا وأفادت وكالة الأنباء السعودية أن العاهل السعودي الملك عبد الله أمر بمنح 1 مليار دولار للجيش اللبناني لدعمه في معركته في عرسال، أسوأ واقعة لامتداد الحرب الأهلية السورية إلى الأراضي اللبنانية.